عايزين لما سيادتك نبرمج حته اللوجن دي، الراجل يدخل اليوزر نيم ويدخل الباسورد يوسف ايه هيعمل ايه؟ هياخد اليوزر نيم والباسورد، يدور عليهم فين؟ يدور عليهم في حد سامر في الداتابيس. الوضع الافتراضي ليها ايه؟ لازم افتح عشان افتحها عمل من غير نوعه اس كيو ال كونكشن، محتاج ايه؟ العنوان اللي هيمشي عليه عشان يوصل له كونكشن سترينج، بعد ما يوصل له يفتحها. ادي الثلاث سطور هم اكتبهم من جنبكم. عايز اركز عمليه اضافه ولا بحث؟ بحث عشان انفذ امر على الداتابيز محتاج ايه؟ اس كيو ال كوماند. ده ناس سليم لسه بتسال بوسين، يا بوسين روحي دوري هترد عليا تقول ايه؟ فين وادور على ايه؟ يبقى نفس الكلام حاجتين. بسيطة جدا ولا هتاخد ربع ساعة. يبقى خلصنا من حاجة. ادي يا عم اللوجن، فين اللوجن يا عم الحاج؟ اهي. نيجي يا عم هنا. كليكتين يا عم على اللوجن. انتوا لسه قايلين اس كيو ال كونكشن. اهو يابا. موجودة؟ ليه؟ ليه؟ نستدعي المكتبة. اهو. هنعيد نفس الكلام تاني. عشان كده قلت ناخدها بالمره. داتا دوت اس كيو ال كلاينت. نيجي هنا اس كيو ال كونكشن. سميه كون يساوي نيو اس كيو ال كونكشن. محتاج ايه؟ مسار قاعده البيانات. العنوان بنجيبه منين؟ كليك يمين على الداتا بيس بروبرتيز كونكشن سترنج، خدها كوبي. كنت انت بقى يا ايمن عاملها كده، تعالى اوريك. عاملها في سطر جديد كده اهو. صح ولا غلط؟ لا يا عم، ممكن اعملها لك هنا. ما بين دبل كوتيشن هنا وحاطها بيست. اي دبل كوتيشن في النص. اي باك سلاش. تتضاعف. او تحط علامة ايه؟ كده هيشغلها منين؟ من الجي. من مسار ثابت. أنا عايز أشغلها من مسار ثابت؟ لا، أشيلها وأكتب. رجال أشيلها وأكتب إيه؟ بوسينة سيبك من الموبايل. أشيلها وأكتب إيه؟ داتا دايركتور. طب كلام جميل. طب إيه ده يا أيمن؟ أنت المرة اللي فاتت عملت التعريف والاتصال على كام سطر؟ على كام سطر؟ هنا عملت ايه؟ على كام سطر؟ الاثنين صح. انا بديك الطريقتين وانت اللي يعجبك. فاهمين؟ فاهم حسام؟ عملت المرفت على سطرين بس كنت لسه في الاول، لازم اشرح بالتفصيل. المره دي انت ممكن تريح دماغك وفي سطر واحد وخلاص. وتعمل كون دوت ايه؟ دوت اوبن، وفي الاخر تعالى بقى. من عارف لسه هو ليه بيفتح قاعده البيانات في العمليه دي؟ ليه بيفتح قاعده عشان يدور على يوزر نيم الباسورد، عشان ينفذ امر التدوير ده في الداتا بيز اسمه ايه؟ اللي هي جمله ايه؟ سيلكت. يلا اللي هي جمله سيلكت فاكرينها؟ طب عشان تنفذ امر على الداتا بيز محتاج تعرف ازاي نوعه؟ اسكيول كوماند. محتاج
فين فين وايه عشان كده مش هتنسى الحاجتين دول. هتكلمي معايا خلاص. هروح اهو اس كيو ال كوماند اسميه سي ام دي يساوي نيو اس كيو ال كوماند. ركز معايا بقى في الحته دي بعد اذن سيادتك. هنا الحاجتين كانت كونكشن وكوماند تكست على كام سطر؟ هنا ممكن اخليهم كل بدل الثلاث سطور دول يا عم كلهم في سطر واحد. تعملها ازاي؟ تفتح قوس اول حاجه تقول له هيدور على ايه؟ اقول له هات الاستريك كل البيانات من جدول اسمه ايه؟ بس بشرط على مين؟ جدع اليوزر نيم. هيدور على انهي يوزر نيم؟ اللي الراجل كتبه هنا صح ولا غلط؟ اللي موجود جوه التكست. طب هيدور على اليوزر نيم بس؟ و اند الباسورد. طب هيدور على انهي باسورد؟ انهي بقى اللي هو ايه؟ كتبه هنا. هروح اللي موجود جوه التكست دوت تكست. كلام جميل. كوما. هيدور فين؟ كده عارف هيدور على ايه؟ هيدور فين؟ الداتا بيز المتغير بتاعها اسمه ايه؟ كون بس سيمو كون. في كام سطر هنا كده؟ بس المرة اللي فاتت عملناها في كام سطر؟ ثلاثة طبعا اللي يعجبك. اديك خدت الطريقتين وانت براحتك. كده مين اللي هيدور؟ سيم دي حاجة جديدة بس في نص دي يعني. جملة الإضافة والتعديل والحذف مختلفة عن جملة البحث. ليه؟ أنا لو قلت أحمد قلت له أحمد تعالى وضيف الكتاب ده في مكتب الدكتور عز هتروح تعمل إيه؟ هتروح تفضل أجيلا خلاص عشان عملت اللي أنا عايزه خلص الكلام. روح انسى الكتاب اللي فات أنت عايزه تشيله هتروح تنسى وتحذفه هتجيلي تاني خلاص أنا عملت لك أنت عايز تطلع من بره وتطلع على الله. لما أجي أقول لك بقى يا محمد أحمد روح دور لي على الكتاب اللي اسمه برمجة في مكتب الدكتور عز وترجع لي تاني. عشان كده جملة البحث مختلفة عن الإضافة وتعديل وحذف. الإضافة وتعديل وحذف الأمر بيخش كده بيز شكرا ما بيرجعش. مش بيرجع مش بيرجع عشان خلاص هو اتنفذت. أنت ليك اللي فاهم هيحصل إيه؟ أما البحث لا أنت ليك تتنفذ وتجيب اللي أنت جبته. تعمل الفرق؟ طب عملية البحث دي كده إيه؟ طب عملية البحث كده هو هتتنفذ ناقص إن هي إيه؟ مين اللي دور؟ متغير اسمه إيه؟ سي ام دي جدعه. سلام بسم الله ما شاء الله عليك صح كويس. انت شغال يا سلام بس جبت مشروع لحد دلوقتي اهو. طيب مشروع حلو خلاص. يبقى مين اللي دور؟ السي ام دي. انا قلت يا عم السي ام دي راح دور يقول لي موجود يا عم. طب هات وتعالى. لا ما جبتش. طب امال ايه؟ انا بدور بس هي دي مهمه السي ام دي. طب انت لو عايز تبعت حد ياخد ياخد الحاجه اللي انت عملتها يبقى السي ام دي مهمته انه يدور اما انه يجيب لا. طب انا عايز اجيب ده قال لك ابعت حد يشيل البيانات اللي انا جبتها. طب عندك نوعين يقدروا يشيلوا بيانات نوع اسمه داتا تيبل ونوع اسمه داتا رينا. ايه الفرق؟ قال لك داتا تيبل هتشيل بيانات لو اكتر من سطر يعني اكتر من بيان. داتا رينا هتشيل بيانات بس لو كان سطر واحد. طب اسال نفسك لما دخل اليوزر نيم ايوه والباسورد واحد بتاع الاسلوب هيدور على ده واحد على اي بس وهيلاقي كام واحد؟ هيلاقي اي بس عشان اليوزر نيم ما بيتكررش ولا لسه عاملينها كرر انه ما ينفعش يتكرر فهيرجع كام سطر. يبقى داتا تيبل ولا داتا ريزر؟ يبقى انا عارف ان داتا ايه؟ داتا ريزر اهو هو اللي هيشيل البيانات اللي هيجيبها السي ام دي اس كيو ال داتا ريدر هسميه ار. يبقى مين اللي هيشيل البيانات؟ الار. اروح اقول له يا عم الار يساوي هات البيانات اللي جابها دوت اكزكيوت ريد. اهو تاني الحته دي عندي حجاج وعندي حسام. حجاج قلت له حجاج سامع هيجيب انا الكتاب اللي جابه مين؟ اللي جابه حاجات. يبقى نفس الكلام الار هتجيب انهي بيانات؟ بتاعت السي ام دي بالظبط.
هي نفس الفكره دي بالظبط. يبقى الار هتجيب بيانات مين؟ السي ام دي، زي ما السطر اللي انا جبته كده اهو. يبقى مين اللي شايل البيانات؟ الار. الار دي ممكن تكون شايله وممكن لو ما كانتش شايله داتا يبقى لقت ولا ما لقتش؟ يبقى اليوزر ده موجود ولا مش موجود؟ يبقى اليوزر مين غلط ولا مش غلط؟ يطلع له ايه؟ رساله. طب لو صح؟ لا مش يجيبه بقى، يوديه للصفحه الثانيه الرئيسيه بتاعت المرض. صح ولا غلط؟ يدخله بقى زي ما بتاخد دخل اليوزر بس على الفيسبوك وتدوس دخول يدخلك على صفحتك. صح ولا غلط؟ نفس الفكره، اروح قايل لو الار اعرف ان كانت شايله ولا مش شايله حاجه دوت ريد. ريد هي اللي بتخليها ايه؟ كده ريد يبقى شايله داتا، طالما شايله يوديني لصفحه مين؟ الرئيسيه. ازاي انقل لصفحه ثانيه؟ ريسبونس دوت ريدايركت واكتب اسم الصفحه الرئيسيه اللي الراجل هيروح لها، اللي هي الصفحه ده يا رجاله. اللي هي اندكس بيشنت، اللي هي دي. اللي المفروض يدخل بعد ما ايه؟ اللي هي دي، صح ولا غلط؟ طب تعالى ناخد اسم الصفحه كوبي ونروح لمين هنا؟ إلس. كده يبقى لقى ولا ما لقاش؟ عكس ريد يبقى ما قراش، يبقى ما لقاش، يطلع ايه؟ مسج دوت تكست. اقول له لا يا باشا انفاليد. يوزر نيم اور باسورد. اقول له خلي بالك انت دخلت يوزر نيم او باسورد ايه؟ غلط. يبقى الحاجه الجديده عرفنا متغير اس كيو ال داتا ايه؟ ده متغير هيشيل ايه؟ بيانات بس بيشيل كام صف؟ صف واحد. غلط. بس عايز اقول لك في الحقيقه ان الداتا دايما بيشيل اكتر من صف، بس لما تقول له هات يرجعك صف صف. يعني ممكن يشيل بيانات اكتر من بس انا مثلا ممكن اشيل بيانات اكتر من اللي قدامي كلها، بس اقول لها هات بيانات حجاج دي بيانات حجاج. طب انا عايز بيانات مصطفى يروح مرجع حاجات جايه مصطفى. يعني في مره بيعرف كم مره ما يقدرش يعمل كله على بعض. عشان برضه تبقى فاهم التكنيك ماشي ازاي. تكنيك داتا ريدر بتشيل كتير، بس لما توريك واحد واحده واحده. اما داتا تيبل بتشيل كتير وتوريك كل مره واحده. فاهمين الفرق بينهم؟ غلط. ازاي اعرف الداتا ريدر شايله ولا مش شايله؟ وحاجه اسمها ايه؟ ريد. وحاجه اسمها ايه؟ ريد. ريد دي يعني ارى، لو ارى يبقى لا، لو ما قراش يبقى ما لقاش. خلاص؟ لو ارى يبقى لا، لو ما قراش يبقى ما لقاش. هيبقى طب لو ارى يبقى لا، بعد ما لا يبقى اليوزر نيم صح ولا غلط؟ يوديه فين؟ ازاي اخليه يروح لصفحه جديده؟ ريسبونس دوت ري دايركت واكتب اسم الصفحه. طب لو ما لقاش يطلع ايه؟ تعال نجرب. انا عندي يوزر اسمه حجاج ويوزر اسمه محمد، هنا ليه غلط؟ في حاجه هنا ضربت ولا ايه؟ اللوجن ايه؟ في حاجه هنا غلط؟ اعمل بيلد. لا ده في وان ايرور اهو. ايه الايرور؟ دي لازم علامة ايه؟ هات في الأول. مالها دي؟ احنا حطينا علامة ات اهو. هاتها من ريجستر. ما هي دي بالظبط. تبكت كوبي. ارميها هنا اهو. بيست. بس كده. امال ايه؟ هي بالظبط. يلا مش مشكله، هو مهيز بس. اعمل ريفرش. اشتغلت اهي. تعال محمد كان الباسورد بتاعه ايه؟ خش على الداتابيز. هنخش على محمد ونخش على الداتابيز. فين؟ فين الباسورد؟ كان اسمه ايه؟ الباسورد كان ايه؟ وحجاج كان الباسورد؟ تعال اكتب هنا اي حاجه يبقى صح ولا غلط. لوجن. عمل له ايه؟ حلو. اكتب محمد. لوجن. عمل له ايه؟ فتح. بس فتح فين؟ فتح فين يا رجاله؟
في نفس الصفحة، ده كارثة. أنا مش عايز كده، أنا مش عايز كده. طب نعملها إزاي دي بقى؟ ده بقى كود كده أنا مش حافظه، هجيبه لك دلوقتي. إزاي يفتحها في صفحة جديدة زي تارجت؟ كانت موجودة فين؟ انستيتيوت، فين ماي ورك؟ انستيتيوت ورك سيمستر فيديو سيمستر 2 ويب 2014. سلام، كانت في اللوجن ده. اوبن ويز على النوت باد. الكود يا باشا فين؟ اللوجن اللي بيقول ويلكم. تعال نجرب الكود ده. الكود ده يا رجال، تعال كده في اللوجن بدل دي بس، افتح بس القوسين دول. هي نفسها بس مش ريسبونس رايت، الكابيتال والسمول بس، هي دي الفكرة. الغلط ده كابيتال وسمول. الصفحة بتاعتنا اسمها ايه؟ اندكس ايه؟ بدل بيج دوت اتش تي ام ال تبقى اندكس بيج. بلانك يعني صفحة جديدة. تعال نجرب. اندكس اعمل لوجن محمد لوجن. تم منع النوافذ. السماح اوكي محمد لوجن. فتحت ولا ما فتحتش؟ بس فتحت، ودي لسه فتحت في واحده جديده. ملاحظين؟ ملاحظين يا رجاله ولا لا؟ لا، احنا عايزينها تفتح عليها. قال لك ماشي، يبقى بدل بيرنت، بدل بلانك ده اهي، تبقى بيرنت. بدل بلانك شغال شغال اهي. اقفل دي، اكتب محمد تاني واعمل لوجن. دوس لوجن، شوف فتحت ايه عليها، مش في صفحة جديدة. فاهمين؟ ظهر هنا ويلكم محمد؟ لا، دي اللي ناقصة بقى، آخر حاجة بقى. يبقى الكود ده بيعمل إيه يا رجالة اللي أنا جبته ده؟ بيفتح الصفحة بتاع اندكس بيشنت في إيه؟ في ويندو تانية، عشان ما يفتحش في نفس المكان. طيب، عايزين يظهر المكان بقى. دلوقتي أسألك سؤال، سؤال لولبي. على رأي محمد سعد، كانت بتيجي تدخل اليوزر نيم والباسورد، بتدخله صفحة مين؟ اللوجن، عايز يظهر في صفحة مين؟ الويلكم. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ عشان تدخل اليوزر نيم والباسورد، عايز لما يدخل يظهر في صفحة. يبقى أنت بتاخد من صفحة وترمي صفحة. طب إزاي آخد من صفحة وأرمي من صفحة؟ إزاي آخد من صفحة وأرمي من صفحة؟ دي مش عارفهم في المنهج مبدئيا. تعمل حاجه اسمها سيشن. عارفين المتغير اللي عامل خدته في السي شارب في سنه ثالثه سنه بدري؟ هنا عندنا اسمه سيشن، اسمه سيشن او كيوري سترينج. تعملها ازاي؟ بص يا باشا، سيشن وتدي له اي اسم يعجبك، اكس هيساوي، هيظهر اسم الايه؟ المستخدم. اسم المتحب تظهر الاسم ولا اليوزر نيم؟ اسالك سؤال، هو انت لو كاتب محمد الصياد بس دخل اليوزر نيم محمد، يظهر ويلكم محمد الصياد ولا يظهر ويلكم محمد؟ يعني يظهر اسمه ولا يظهر اسم اليوزر؟ ما انا ممكن اعمل ايه؟ ميدو 2014، هيظهر ويلكم ميدو 2014 ولا ويلكم محمد الصياد؟ ويلكم محمد الصياد. يبقى بيجيب لي الاسم ولا بيجيب لي اليوزر؟ الاسم. الاسم هنا الخانه رقم كام في الجدول؟ الخانه رقم كام في الجدول؟
خانة رقم صفر كام؟ واحد. اروح قايل له هات لي مين اللي شال الداتا يا جماعة؟ الار دوت جيت سترينج رقم واحد. لا القوسين دول كده دوت ثواني دوت فاليو جيت فاليو جيت فاليوز. فاليو وافتح قوس رقم واحد دوت تو سترينج. يبقى عشان اجيب قيمه من الريدر مش احنا قلنا بص كده على السبوره او ما تبصش على السبوره بص كده عشان بس تبقى ظاهره قدامك. مش احنا قلنا ثواني بس اكبر لكم مش احنا قلنا الريدر الريدر يا شباب شكله بيشيل كام صف كده صح ولا غلط؟ ومتقسم صح ولا غلط؟ شكله عامل كده. طب ده كله الار هي اللي شايله كل ده صح؟ هي اللي شايله كل الكلام اللي انت شايفه ده الار اهي. طب انا عايز من الار في ثلاث ايه وبي وسي ودي شايله اربع حقول. انا عايز الخانه ده ايه؟ قال لك عد ده رقم كام؟ صفر صفر بنبدا بصفر وده وده يبقى الخانه انت عايز رقم كام؟ طب لو انت عايز دي اعملها ازاي بقى اهو؟ يبقى اقول له هات من الار جيت فاليو الخانه رقم كام؟ بس دوت سترينج. مين اللي شايل الاسم؟ الاكس جدعه. اروح جاي هنا بقى اول ما الفورمه تتحمل كليك يمين فيو كود اقول له حط لي في ال بي ال يوزر دوت تكست مين اللي شايل البيانات؟ الاكس السيشن اللي اسمه اكس. تعال نجرب بقى دوت سترينج طبعا. تعال نجرب الكلام ده. انا عملت الكلام ده في صفحه اللوجن اهو صفحه الويلكم مش انا عايز اظهر هنا. دخلت كليكتين في الصفحه وكتبت اسم الليبل دوت تكست هات اللي جوه مين اللي هو واللي جوه الاكس شايلها من عند مين؟ من عند اللوجن جدعه من عند اللوجن صح. اروح جاي هنا في الاندكس نجرب الكلام اللي احنا عملناه هنا. اخش في الداتا عشان اوريك اليوزر اللي اسمه محمد اسمه ايه؟ محمد الصياد. اليوزر اللي اسمه حجاج اسمه ايه؟ حجاج حمدي. تعال نخش بحجاج وهنا الباسورد حجاج لوجن. قال لي غلط حجاج لوجن اهو. قال لي ايه؟ ويلكم حجاج مين؟ حمدي. اعمل باك كده بص محمد لوجن. قال لي ايه؟ ويلكم محمد الايه؟ مش ده اللي بيحصل على المواقع صح؟ في حاجه بس واحده هنضيفها ومش هبرمجها. اول ما اضيفها هتعرفوا انا بعمل ايه. عملت صف جديد نزلت حاجه هنا اسمها تشيك بوكس وقفت عليها كده كتبت هنا حاجه اسمها ريميمبر مي ودي بنشوفها دايما موجوده على ايه؟ على المواقع سي اتش كي هسميها ار او ريميمبر. سيف اعمل ريفريش باك كده اهو. عارف فاكرين دي؟ دي بتعمل ايه؟ عشان تحتفظ بعمليه دخولك صح ولا غلط؟ لما نخش على الفيسبوك نعمل ريميمبر مي قول لي باك ادخل لان دخلنا على الفيسبوك لو سبت الماوس
لو سوري 6 جهاز لمده 10 ايام بدون دخلات هقول لك لا. العيد التاني دخل 2500. ليه؟ الفتره انتهت. يا رب كنت سامح لك بيها. طب مين اللي سامح لك؟ موقع الفيسبوك هو اللي سامح لك. موقع الفيسبوك هو اللي سامح لك. خلاص؟ وصلت؟ تمام؟ كفايه كده عشان تعبت. خلاص اللي محتاج حاجه دلوقتي جاب. الو استاذ احمد، الو ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ انا خلصت السي بانل وعايز اجي لحضرتك اوريها لك. خلاص بكره اجي لحضرتك بعد الشغل على طول. لا لا والله انا خلصت وكل حاجه اترفعت، ودكتور يحيى كلمني على حاجات رفعتها له. خلاص حاضر ماشي ماشي، هبعت لحضرتك اللينك كمان شويه. حاضر ماشي يا استاذ احمد، تحت امرك. ماشي الناس اللي خارجه يا شباب تعالوا يا رجاله. يا جدعان انتوا داخلين كده خارجين كده بمزاجكم، مش تيجوا توريني شغلكم وانا بشرح لمين وعمال تعب نفسي من ساعه الصبح؟ فين شغلكم يا رجاله؟ وفين البيل اللي خرج التاني؟ ثلاثه خرجوا، اتنين دخل، واحد لا. فين شغلكم؟ يعني انت قاعد متابع معايا وشايفك مركز، وانت شايف الشغل حلو والشغل ده اللي بيبقى على مواقع مش على مواقع، طب فين شغلك؟ تقول لا المره الجايه ده كبير كتير جدا وانا هستناك لسه اسبوع، انا خلصت تسجيل اساسا. فين شغلك؟ فين شغلك؟ انت هتجيبه بكره ازاي؟ معاك فيديوهات اشتغلت عليها؟ جيت في مره خدت مني الفيديوهات انتوا الثلاثه؟ بالسلامه. وانا هتعب عليكم، انا مالي؟ عايزين تنجحوا تنجحوا، عايزين تصوتوا صوتوا. اتفضل روحوا، اللي عايز فيديوهات الشباب يجي ياخدها. دكتور فلاش محمد خدته؟ اللي هي اتفضل يا باشا، اللي عايز يمشي يمشي براحته. وانا اتحل على حد نوقف الفيديو ده.